الرسيس عمرنا تكبر خلي بك تحيتي صحة ترجل زهرة الليلي شرف هو اسمك العالي ربي كتب تتنفس بيك. مباراة حاولنا اون لاجير ملي بدات تبارك الله معناتها البنات اليوم كانوا عازمين باش يبرهنوا اللي احنا متواجدين في المرتبه الاولى عن جداره. ربحنا الفريق اللي كان معناتها خسرنا مباراه برك في الشامبيونات كان ضد الفريق هذايا في نابل. اليوم جاء ماتش عندنا احنا ربحنا المباراه هذه عن جداره وقت دار. نشكر اللاعبات الكل، نشكر طاقم التحكيم اليوم تبارك الله قام مباراه كبيره برشا، نشكر ستاف تكنيك، نشكر الجمعيه اللي لعبت ضدنا، احترمت الرياضه الكل. بالنسبه للي هنا معناها بناتنا تو يحطوا بيس يورتير، ما زالت عندنا مباراه الكاس نهائي الكاس ان شاء الله بعد 10 ايام من توا، لا مش بعد 10 بعد جمعتين من توا لوسيت مي. ان شاء الله الناس الكل نكونوا في المستوى وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نهزوا دوبليسنا. كلمه فيليسيتي مي جوز الكل سونز اكسيبسيون، عملوا ماتش كبير برشا نجم نقولوا اليوم. ما تنساوش لعبنا قبل الجورنيه هذه ماتش اخر زاد بلانتوسيتي هذه، اون بيان جيري الماتش نتاعنا، عرفنا كيفاش ناخذوا ليكار، حاجه باهيه. بعدنا على الدوزيام بلاس والتروازيام بلاس، بعدنا عليهم شويه باش نجموا نخدموا بريحيه. عندنا نهائي نتاع كاس ان شاء الله نحضروا له كيما يلزم كلكي سوا لي جوز نتاعنا في البيريود هذه، تعرفوا ريتم اكسيليري شويه نتاع الشامبيونات. ان شاء الله بقدره ربي نعرفوا كيفاش نحضروا الماتش ونعاودوا نرجعوا للماتش هذا باش نجموا نحضروا نهائي الكاس نتاعنا ونعرفوا شنو هما النقائص اللي عملناهم اليوم، شنو هما الاغلاط اللي عملناهم كلك سوا اوفونسيف ولا ديفونسيف باش نجموا نحسنوا احنا وان شاء الله نعملوا ماتش مخير في نهائي الكاس. ما ننساوش اللي عندنا مقابله قبل نهائي الكاس، عندنا نتنقلوا لتونس، عندنا مقابله الهلال ماهيش مقابله سهله، نحترموا كل المنافسين، لازم نحضروا كما يلزم وان بو دو ريكوبيراسيون. بارك الله فيه الستاف نتاعي الكل، كلك سوا الكيني اللي قايمه بمجهود كبير، كلك سوا ستاف ادمينستراتيف اللي قايم بمجهودات كبيره، سي سليم، سي ناصر، البريزيدون سيكسيون كيف كيف، سي محمد علي، سي انيس، وما ننساوش الببليك نتاعنا هاك شفتوا في دار شعبان موجود، نهار الاربعاء موجود، نهار السبت يمكن كان نلعبوا شامبيونات حتى اثنين ثلاث اربعة نلقاو ديما الصاله مليانه، وبارك الله فيه راهو هذاك الدوبلي باش نهديوا اللي هو، راهو هو قاعد يعاون فينا وقاعد يموتيفي في البنات، ما فما حتى موتيفاسيون اخرى كبيره كان الجمهور والمايوم تاع النادي الرياضي الصفاقسي. الله الحمد لله، اليوم انتصار مهم، اكدنا اللي الديفيت اللي صارت في نابل ما هي الا عثره، تشوف اليوم كنا في المستوى، فارق ديسبوان قدام فريق محترم كيما الوطن القبني، يعطيهم الصحه البنات، ونتي كونسونتري مارغري الماتش الصعيب كيما الماتش الصعيب اللي لعبناه نهار السبت ضد فتيات جمال. الانتصار نتاع اليوم باش يحطنا في الصداره وحدنا باش نكملوا البارتيات الجايه ان شاء الله فاز روتور في اريحيه. عندنا توا كيما تعرفوا ديز جور باش نكونوا في المباراه النهائيه للكاس، ان شاء الله نخدموا على رواحنا، والفيكتوار نتاع اليوم ما باش يكون الا انتصار معنوي باش نكونوا ان شاء الله في فورما في مباراه النهائي ان شاء الله. كملت الاكسبيريونس نتاعي في السعوديه، لبيتني ده الواجب نادي الرياضي الصفاقسي، سي نوتر كلوب اون دو لو ديفوندر، ان شاء الله تكون عاودتي مبروكه باللي دو فيكتوار هذوما. مازالت ليشيونس نتاع الشامبيونات والكوب وربي يسهل فيهم الزوز ان شاء الله.